الاهتمام بشؤون المرأة النهاردة مش بنتكلم بس عن شؤون المرأة المصرية، لا، حديثنا هيكون بشأن المرأة الأفريقية بشكل عام من خلال الحديث عن فكرة إنشاء نادي المرأة الأفريقية، وده حصل من 3 شهور بس. هنتعرف أكتر على النادي وهنسأل أسئلة عن النادي، وده من خلال ضيوفنا النهاردة. ضيفتنا مديرة النادي دكتورة أمنة فزاع، وأيضا دكتور عمرو حسن سفير التنمية العربية. برحب بحضرتك معانا. ليديز فيرست بقى، والمرأة الأفريقية مسيطرة النهاردة. دكتور أمنة، عرفيني الأول على فكرة النادي دي جت منين، ويعني إيه يبقى في نادي للمرأة الأفريقية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية فكرة النادي جت من خلال شغلي أصلا في الجمعية الأفريقية. الجمعية الأفريقية هي اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي. بنتعامل مع الطالبات الأفريقيات، بنتعامل مع الجاليات، بنتعامل مع يعني ممكن تقولي كل الشرائح الموجوده في المجتمع هنا افريكان يعني. فلقينا ان في فجوه في التواصل والحوار ونشر الثقافات والعادات والتقاليد، يعني كله بعيد عن كله. فاحنا من خلال قطاع المراه والطفل في الجمعيه الافريقيه فكرت في انشاء حاجه صغنطوطه يعني على قدنا، ان هي تجمع كل الشرائح وكل الويمنز او الفتيات الموجودين في مصر افريكان يعني. دكتور عمرو، تقييم التنمية بالنسبة لأفريقيا بيأتي فيها دور كبير جدا للمرأة، ازاي من خلال النادي ده ان يكون في فكرة تنمية المرأة الأفريقية، وايه اللي ممكن يبذل داخل النادي من أنشطة لتعزيز التصور ده؟ يمكن ان شاء الله هيبقى السبت الجاي هيبقى اول تعاون لينا مع نادي المرأة الأفريقية. كان الدكتور أمنة كنت اتعرفت عليها في احد الندوات كنا منظمينها في ساقية الصاوي، كنا بنتكلم عادي، كان يوم اسمه اليوم العالمي للفتاة، بنتكلم عن مشاكل البنات. اتعرفت على الدكتور أمنة، ابتدينا نتكلم طب ليه ما نحاولش ان احنا نركز اكتر مع المرأة الأفريقية ونبدا ان احنا نتكلم ثقافة طبية، يعني ثقافة صحية، هي ثقافة توعية في كل حاجة. فاتفقنا ان احنا كل مرة نحاول ان احنا نتكلم على حاجة معينة. مثلا سي اول مرة حاجة هنتكلم فيها يوم السبت الجاي ختان الاناث. ختان الاناث هي في الاساس هي عادة افريقية، هي ملهاش علاقة لا بالدين الاسلامي ولا ليها علاقة بالدين المسيحي، هي منتشرة في وسط افريقيا وغرب افريقيا. لا مش مصر بس. اوكي، احنا لما بندرس في التكست بوكس يقول لك مصر، السودان، الصومال، اثيوبيا، بعض البلاد الافريقيه بس هي اللي بيضرب بيها الامثله. فهي الاساس هي عاده افريقيه ما لهاش علاقه لا بالدين الاسلامي ولا المسيحي، هي موجوده في مصر اصلا من قبل ظهور الاديان السماويه. فيبدا نتكلم كل مره ننقي موضوع ونبدا نتكلم عليه، حاجه زي ختان الناس نبدا نتكلم عن اضراره عشان لعل وعسى الاجيال اللي بعدينا واللي بعدينا نقدر ان احنا نمنع العاده دي. يمكن في بعض البلاد قد يكون ان الختان البنت اللي ما تبقاش مختنه دي ممكن لما تساليها هم ليه ختنوكي يقولك عشان يجي لها عريس، يعني ممكن يكون طبعا يعني اللي هو معروف في بعض البلدان ان البنت اللي مش مختنه دي مش هيجي لها عريس، وهي دي اللي هيفضلوا ان هم يعايروها، فبالتالي هي لازم يعمل لها ختان عشان تتجوز. فاحنا بنحاول مفاهيم بقى، بنحاول نغير مفاهيم. انا اقول نشرح، هل يا ترى الختان ده ليه اي فوائد صحيه؟ لا ملوش. هل يا ترى هو ليه علاقه بالدين واحنا لازم ننفذه؟ لا برضه ملوش. طب ليه فوائد؟ ملوش. هل يا ترى لازم الواحده نعرضها اصلا على الدكتور يقول ليها ختان ولا ملهاش؟ لا، نقول من الاول هي الواحده ما بتتعرضش على الدكتور عشان نقول ليها ختان او ما لهاش ختان، ونبدا نتكلم عن مضاعفات الختان، المضاعفات على المدى القريب زي الواحده ممكن يحصل لها نزيف او عدوى او انه ياثر بعد كده في حياتها الزوجيه وتعمل مشاكل مع جوزها. احنا سامعين دكتوره امنه على ان النادي ده نادي المراه الافريقيه هو تابع لوزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الخارجيه في مصر. الى اي مدى ده صحيح؟ وايه علاقه الوزارات دي بالنادي يعني؟ هي الحقيقه عشان بس يعني اوضح انه النادي ده هو احد انشطه الجمعيه الافريقيه. اوكي، الجمعيه الافريقيه هي جمعيه 5 احمد حشمت الزمالك، اللجنه القوميه للاتحاد الافريقي، 60 سنه عطاء يعني راعي رسمي ل 38 حركه التحرر الافريقيه، كانت زمان تحت الرئاسه وبعدين الخارجيه بعدين التضامن الاجتماعي. فهي بتقوم بدور كبير جدا في التوعيه والتدريب والاهتمام بكل الشان الافريقي، بيندرج تحتها كمان الاتحاد العام للطلاب الافارقه في جمهوريه مصر العربيه. ده احد الطلاب بقى، مش طالبات بس، كله. اوكي، 43 اتحاد فرعي بواقع اكتر من 16000 طالب. دي الجمعيه مسؤوليتنا. فاحد القطاعات في الجمعيه هي قطاع المراه والطفل اللي احنا
أنشأنا منه النادي، أو هو أحد أنشطة النادي. أو حضرتك ممكن تقولي النادي هو ذراع للجمعية الإفريقية. طب مين اللي ينفع يشترك في النادي ده، ويشترك إزاي السيدات يعني عايزين يشتركوا، وإيه الأنشطة اللي بتعملوها لهم داخل النادي غير الدورات التثقيفية؟ هو إحنا بداية بدأنا أساسا بممثلين ل 14 دولة من يعني من النساء من دول الاتحاد الأفريقي، من دول أفريقيا. يعني معانا الكثير من دول شمال وشرق وغرب وكده، ما فيش إقصاء لحد، ما فيش. النادي أساسا بيشتغل توعية، بيشتغل أكاديمي، بيشتغل معارض، بيشتغل فنون، يعني كل ما يتعلق بالكالتشر الإفريقي ونقلها لمصر ودمجهم في المجتمع المصري. وأنا طبعا ضد فكرة أن مصر وأفريقيا يعني هي مصر أفريقيا يعني ولا يهمك ده المايك ولا يهمك. يعني أعتقد أن حلقة التواصل دي أو حلقة الوصل دي بتكون حاجة جميلة جدا، وديا هو أهم أهداف النادي. إلى جانب الهدف الأساسي هو إعداد كادر نسوي مؤهل. يعني يمكن إحنا اتخذنا شعار المرأة الإفريقية هي امرأة قوية قادرة على فعل المستحيل قبل الممكن. في نوع من التحفيز بيجي. أنا هرجع لحضرتك تاني لأن عايز أعرف بقى مين اللي ممكن يكون موجود في هذا النادي. ولكن دكتور عمرو، يعني مشاكل المرأة في أفريقيا مشاكل كتير جدا، إزاي ممكن الملتقى الطبي أو التنموي يأثر إذا كانت السيدات دول هم عايشين هنا؟ هل له إمباكت أو له تأثير في مجتمعاتهم الأفريقية بشكل أو بآخر ولا لا؟ هي التوعية دورنا. حتى لو أنا هعمل تغيير بسيط خالص، يعني هو عملت تغيير 0.1% فأنت غيرتي. يعني دايما بقول فروقتنا عن المجتمعات الغربية أن أنت في مصر التغيير صعب، فحتى لو غيرتي حاجة بسيطة فأنت ده يعتبر إنجاز. أوكي. مش هتغيري إلا لما بتبدأي تتكلمي ونبدأ أن احنا نوعي الناس. يمكن هي قالت المرأة الأفريقية قوية، وهو نفس الكلام على المرأة المصرية. هي المرأة عدديا هي نص المجتمع، بس فعليا هي هتربي وتتحكم في النص التاني. صحيح. لو انا المرأة قدرت اركز معاها سيطرة تامة لو قدرت ان انا اهتم بصحتها ووعيها، هي دي المرأة اللي هتقدر بعد كده تربي الاطفال اللي هم الولاد والبنات اللي هم لما هيكبروا هيكونوا ناس منتجين. ويمكن احنا بنقول ان اهتمامي بس مش بالمرأة، كمان بالطفل. حتى انا كنت لسه بوريكي اللي هي الكتب اللي هي التلوين الكلرنج بوكس، لان انا التوعية الصحية عاوزين نوصلها لكل الاعمار، للست والطفل. ويمكن احد الحاجات اللي تخليني ان انا اشد اهتمام الست انها تيجي، ان احنا نبدا كمان هتفق مع الدكتور امنه ان بس ما يبقاش سيشنز للسيدات، لا نقول المره اللي بعديها عاملينها للاطفال، اقول للسيدات هاتوا اطفالكم معاكم، نبدا نديهم كلرنج بوكس، ابدا اوعيهم عن كل المشكلات اللي انا عاوز احاربها. عاوز احارب مشكله التدخين، عاوز تحاربي مشكله الايدز، عاوز تحاربي مشكله الختان، يبقى عن طريق كتب التلوين، منها ان انا بركز مع الاطفال، ومنها بقدر اوصل الرساله للسيدات. في الاخر هي الصحه هي اللي هتغير المجتمع. الانسان الجسمه صحيح وبدنه صحيح هو ده اللي يقدر ان هو يشتغل وينتج. صحيح. الانسان المريض مش هتاخدي منه انتاج في المجتمع. مظبوط. اللي بيشتركوا في النادي، نرجع لنفس النقطه تاني، يشتركوا ازاي؟ ويعني هل في مثلا اشتراك وممكن ترفضوهم او ممكن تقبلوهم، او يعني عايز اعرف ظروف الانضمام ايه وشروط الانضمام؟ نرفضهم دي لا، هتوقعينا في مشكله. بصي حضرتك، هو يعني كل الناس موجودين في النادي دلوقتي لحد الان احنا ما عملناش عضويه أوكي. يعني او رسوم او كده، وده منهج الجمعيه الافريقيه. هي بنشتغل بالدعم الذاتي وبالتواصل مع مؤسسات الدوله المصريه الحكوميه. يعني احنا عملنا بروتوكول مع الشباب والرياضه، بنعمل بروتوكول مع وزاره الري. يعني هل في بالمثل زي النادي ده في الدول الافريقيه يعني، ولا دي اول تجربه؟ هي فكره انا استحدثتها، بس الحقيقه ما اقدرش برضو ان انا اقصرها على نفسي او اقول انه ما فيش في الدول الافريقيه. أوكي. لكن اتقول ما فيش في مصر. فده يمكن ده السبق اللي احنا عملناه. احنا دشنا يوم 11/5/2015، وكان التدشين زي ما قلت لحضرتك ان احنا معانا 14 ممثلين يعني للدول الافريقيه. ومن كل الشرائح يعني. جميل. ما بناخدش شريحه معينه. على كل الاحوال، المراه المصريه، مراه عربيه، مراه افريقيه، يعني قوية في كل الحالات. ولما بتندمج مع المجتمعات الكبيرة زي تبقى تحت القبة الأفريقية أو العربية، بيبقى لها وقع آخر. أكيد خدمات كتيرة محتاجها المرأة في كل مكان في العالم. ده بس كان يعني النهاردة كده تنويه عن هذا النادي وإلقاء نظرة سريعة على نادي المرأة الأفريقية. بوجه جزيل الشكر دكتور أمنة فزاع مديرة النادي، ودكتور عمرو حسن سفير التنمية العربية. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. وبكده يكون حلقتنا النهاردة من صباح البلد انتهت. بكرة بإذن الله يا رب يكون يوم جديد، نيجي برضو نقدم لحضراتكم مجموعة متنوعة من الفقرات، ونقابلكم في يوم جديد من صباح البلد.
الله.